يا مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم، تحيه للجمهور الاهلي العظيم، وكلمه الحقيقه يعني اعنيها بكل ما تحمله من معاني، جمهور عظيم وسر من اسرار عظمه الكيان هو جمهور النادي الاهلي اللي ابدا لا يتوانى عن مسانده ناديه وعن مسانده فرقته وعن مسانده نجومه، وده يمكن ملمح بسيط جدا من الملامح اللي ظهر في اليومين الاخيرين تحديدا طبعا بعد الواقعة الشهيرة بين فضل وكهرباء. مساندة جمهور النادي الأهلي أعتقد كانت واضحة للجميع، وده شيء الحقيقة دايما بنقول إنه الجماهيرية والشعبية وحب الناس شيء دايما لا يقدر بمال. مساء الخير على حضراتكم. مساء الخير يا سارة. مساء الخير عليك يا أحمد. مساء الخير على حضراتكم. الحقيقة يعني كلنا مبسوطين الحقيقة بالدعم اللي شفناه من جمهور طبعا النادي الأهلي، يعني الدعم اللامتناهي من جمهور النادي الأهلي بعد موقف طبعا كابتن كهربا وكابتن محمد فضل لا يقدر بثمن فعلا. لما حسوا جمهور الأهلي أن الكهربا مظلوم وهيتعرض لظلم أكتر من اللجنة الخماسية، جمهور الأهلي ضرب مثال ولا أروع في الدفاع عن لاعب من لاعبي النادي الأهلي. عظمة الأهلي وقوته وقوة جماهيره اللي لما حست بتعرض لاعب عندهم للظلم انتفضت والدنيا اتقلبت ومحدش قدر يجي على اللاعب ده. وأكبر مثال إن وجود أي لاعب في الأهلي ده أكبر مثال الحقيقة إن وجود أي لاعب في الأهلي بيمنحه قوة رهيبة، وإن القصة مش فلوس. ممكن نروح لأي نادي تاني وناخد فلوس أكتر، لكن عمرنا ما هنلاقي دعم وحب جمهور بحجم جمهور الأهلي. وشوفنا في أزمة كهربا الأخيرة طبعا زي ما قلنا خير مثال لكلامنا ده. قصة كهربا وكابتن فضل خلصت، لكن فيها دروس كتير قوي لو ركزنا فيها هنوصل لنهاية واحدة، إن النادي الأهلي نادي عظيم وجمهوره يدعو للفخر. واخيرا وليس اخرا، الفلوس مش كل حاجه، والتاريخ عمره ما بيتكلم على عقد لعيب، لكن بيتكلم دايما وابدا عن تاريخ اللاعب ده وما حققه من بطولات مع فريقه. طبعا اكيد في ناس كتير جدا بتدور على انها تكون صاحبه بصمه، في ناس كتير بتدور على انها تكون عندها تاريخ تفتخر بيه وتخلد اسمها في صفحات التاريخ، خصوصا لما تكون بتنتمي لكيان كبير جدا وعريق جدا زي النادي الاهلي، وكم كبير جدا من النجوم اللي رحلوا عن دنيانا ما زالوا عايشين وسط الجماهير بفضل بطولاتهم وانجازاتهم وارتباطهم باسم النادي الاهلي. دي حقيقه، ولو اتكلمنا عليها كمان بحسابات المصلحه، بما انك ذكرتي الفلوس، الفلوس شيء طبيعي جدا، مفيش حد في الدنيا دي ما بيشتغلش في مجال ما بيدورش على الفلوس، عشان نكون منطقيين وواضحين، لكن السؤال ايه هي المصلحه؟ يعني ازاي ممكن اقول لحضرتك ان وجودك في النادي الاهلي وحب الجماهير ليك وفكرة الشعبية وفكرة الجماهيرية إزاي ممكن يكون ليها أثر على مشوارك كله؟ أعتقد دي لو ترجمناها بفلوس، لا هي تترجم كمان بلغة المصلحة بفلوس كتيرة جدا. وبعيدا عن موقف جماهير النادي الأهلي، الحقيقة أنا وقفت مع موقف يعني كان بالنسبة لي علامة استفهام الحقيقة، لأنه صادر عن حد أنا بحبه جدا وبحترمه جدا وصاحب تاريخ كبير جدا كواحد من انجح الحقيقه اللعيبه المصريين على مدار التاريخ، هو كابتن احمد حسن الصقر او العميد سميه زي ما تسميه، وخصوصا الحقيقه كمان انه قضى فتره في نادي الاهلي ولبس تيشيرت النادي الاهلي، واعتقد يا كابتن احمد انها كانت فتره من انجح فترات حياتك. انت تقريبا لعبت كل الالعاب، يعني لعبت في مصر الانديه كتيره جدا، احترفت بره في انديه كتيره جدا، لعبت في بلجيكا ولعبت في تركيا، ورجعت اشتغلت اداري ورجعت اشتغلت مدير فني ورجعت اشتغلت في الاعلام واشتغلت في التحليل الفني، يعني ما سبتش حاجه في المنظومه ما اشتغلتهاش. فاعتقد لما يكون حد بالقيمه دي والقامه دي والتاريخ ده وتخونه موضوعيته، اعتقد انها تبقى سقطه كان ممكن اتوقعها من حد غاوي شهره، او كان ممكن اتوقعها من حد عايز يركب ترند ويعلي ويحط اسمه والناس تبتدي تتكلم عليه، لكن من اسم زي اسم احمد حسن كانت غريبه شويتين. فكره انك انت تعلق على كهربا وتطالب بتوقيع او بتطبيع عقوبات عليه في واقعه اعتقد انها كانت شديده الوضوح ومصر كلها شافتها. وبالمناسبه على فكره، وانا يعني بما ان احنا ابتدينا كلامنا بالكلام عن جمهور نادي الاهلي، انا على ثقه تماما يقينا ثقه مطلقه انه كهربا لو كان ظهر في الفيديوهات او في المشاهد اللي حضراتكم شفتوها وقتلت بحثا على مدار اليومين الاخيرين دول، لو كان كهربا ظهر في صوره المخطئ، اول حد كان هيجلد كهربا كانت هتكون جماهير النادي الاهلي قبل اي حد تاني. وبالمناسبه الاهلي ابدا لم يستخدم جمهوره في فتره من الفترات للضغط في سبيل تحقيق شيء ضد القانون او ضد اللوائح او ضد العرف او حتى ضد المنطق، واعتقد انه كابتن احمد حسن نفسه عارف ده بحكم الفتره اللي قضاها في النادي الاهلي. لكن فكره بقى الكلام على
ان الموضوع خلص في قعده عرب وفكره نجيب كوبايتين ليمون وانه العقوبات لا تطبق الا على الغلابه فقط لا غير. انت عارف انه الاهلي يمكن يكون من اكثر الانديه اللي يعني بتتضرر من عدم تطبيق القانون وتطبيق اللوائح والقوانين عليها بشكل كبير جدا، وابدا لم يستغل الاهلي في فتره من فترات جمهوره في سبيل الحصول على حقوقه. النادي الاهلي كيان كبير جدا قادر على الحفاظ على حقوقه وعلى حقوق نجومه ما دامت لا يعني تختلف على المتعارف عليه او تخالف اللوائح والقوانين زي ما قلت لحضراتكم. فاعتقد ما كانش يليق بنجم بحجم احمد حسن انه يتكلم في هذا الموضوع بهذا الاسلوب. ويمكن الحقيقه يعني انا مش عارف برضو ده من بمحض الصدفه، لكن الحقيقه يمكن حتى في بعض المواقع يعني اللي واخده نفس التراك ده بيقال انها تابعة للكابتن احمد حسن، وده موقف بالنسبه لي عليه علامه استفهام. ارجو من احمد حسن طبعا العميد او الصقر ايا كان اللقب المحبب ليه انه يعلق ويوضح الصوره، ان ده حاجه تضايق طبعا جمهور النادي الاهلي. وحاجه بالظبط يا احمد حاجه تضايق جدا جمهور النادي الاهلي انه حد ابن من ابناء النادي الاهلي يبقى بيجي من ناحيته هو الهجوم على النادي الاهلي. بالعكس المفروض طبعا يبقى كلنا مؤسسه كلنا في ظهر اي لاعب عندنا بيتعرض للظلم، مش ان احنا نبقى عايزين نكبر المشكله او نبقى بنهاجم النادي الاهلي. كلام كتير قوي لسه على مدار حلقتنا، بس بعد الفاصل نبدأ حلقتنا بقى مع حضراتكم ونخش في موضوعاتنا النهارده. طبعا حضراتكم عارفين او اتعودتوا خلاص البدايه بالاخبار، اخبار طبعا عن منتخباتنا، المنتخب الوطني وعن المنتخب الاولمبي اللي ابتدوا النهارده معسكراتهم، اخبار عن الشامبيونز ليج النهارده في مواجهتين من العيار الثقيل، طبعا المصريين هيتابعوا اتلانتا وليفربول نجمنا محمد صلاح، وكمان في مواجهه اعتقد النهارده هتبقى قويه جدا يعني ريال مدريد وانتر ميلان. بالظبط كده، الانتر والريال اعتقد واحده من اقوى الماتشات اللي هتتلعب النهارده. مين هيكسب؟ انا طبعا مع الانتر قلبا وقالبا، مش حبا في كونتي، ولكن في يعني طبعا لاوتارو مارتينيز لعيب الانتر واحد من اللعيبه المفضله ليا دلوقتي على مستوى العالم، فبحب اتفرج عليه، وطبيعي ما دام بيلعب مع اي من كان هتلاقيني ورا. يعني مش عشان بتشجع برشلونه وده جزء طبعا من ده طبعا جزء اساسي جدا من الموضوع، بس يعني لا بس انا بحب الانتر. الانتر بيقدم كره حلوه جدا وعامل فرقه باني فرقه محترمه قوي، فحابب اتفرج على الكوره، وحاسس ان هم النهارده هينقضوا على الريال في سانتياغو برنابيو يعملوا جيم حلو ان شاء الله. هنشوف بقى. وخلينا نبدا باخبار طبعا الاهلي. قرر الجهاز الفني بقياده بيتسو موسيماني مد فتره الراحه اللي حصل الفريق عليها لمده 4 ايام، يعني هم كانوا المفروض يومين بقوا 4 ايام اضافيه على ان يعود الفريق طبعا ان هو يستأنف التدريبات يوم السبت اللي جاي. الجهاز الفني بيبدا طبعا الاستعداد لمباراه نهائي بطوله افريقيا طبعا زي ما حضراتكم عارفين اللي اتاجلت ليوم 27 نوفمبر دلوقتي اللي احنا فيه. وكان الجهاز الفني منح طبعا لاعبي الفريق زي ما قلت لحضراتكم راحه لمده يومين بعد مباراه طلائع الجيش في ختام بطوله الدوري، بس مد فتره الراحه دي لاربع ايام اضافيه. يمكن دلوقتي زي ما كنا بنتكلم على جماهير الاهلي وبتفكر ازاي، ولكن شايفين برضو من الناحيه دي انه في شويه قلق من فكره التاجيل، او الجمهور ما كانش قوي مع فكره التاجيل وشايفين انه اللعيبه كلها جاهزه او معظمها. الفرقه كانت بتادي اداء كويس قوي في مباراه الذهاب ومباراه الاياب مع الوداد، فكانوا شايفين انه ده احسن وقت ان احنا نلعب فيه مباراه النهائي دوري ابطال افريقيا. ولكن يعني بنطمن حضراتكم يعني مهما كان مدينا لحد او اجلنا لحد 27 نوفمبر، لا احنا برضو جاهزين، الفرقه مركزه جدا، التدريبات هيكون فيها كامل التركيز. ممكن يكون في ايجابيات انه اللعيبه برضو اللي محتاجه ترجع، احنا عندنا لعيبه برضو مصابين محتاجين يرجعوا، دي من الايجابيات. انت شايف الموضوع اكتر يعني حسابات كوره؟ لو بتتكلمي كوره انا كنت شايف انه لو كنا لعبنا النهائي يوم 6 كانت البطوله ان شاء الله بنسبه 90% في الاهلي، الفرقه كانت فايقه جدا، حاله اللياقه البدنيه والذهنيه. طبعا خدي بالك في ايجابيات، انا يعني من ساعه التوقف بسبب كورونا الفتره اللي احنا فيها دلوقتي تعتبر اكبر او اطول فتره توقف للعيبه حصلوا عليها طول الموسم، وبالتالي خدي بالك اللعيبه كانت مجهده جدا، الفرقه كانت بتعاني، فرصه لالتقاط الانفاس، فرصه لتجهيز المصابين، فرصه لرفع مستوى اللعيبه اللي دخلت في الفتره الاخيره في القوام الاساسي للفرقه، فهي فيها بالتاكيد ايجابيات كتيره جدا. وفي ظني يعني اذا قدر الجهاز الفني النادي الاهلي انه يحافظ على نفس حاله التركيز وعلى نفس مستوى اللياقه البدنيه والفنيه والذهنيه لعيبه النادي الاهلي، فالمشوار ان شاء الله للتتويج ان شاء الله باذن الله يكون مفروش بالورود. اكتر كلمه لعيبه النادي الاهلي بتسمعها، لانه دي اكتر كلمه انا بسمعها طول النهار، يعني طول ما بقابل الاهلاويه ما بسمعش غير كلمه التسعه.
التسعة، فأنا متأكد أنه لعيبة النادي الأهلي مش عايشة غير في كلمة التسعة اللي محوطاهم في كل شيء، وده إن شاء الله يترجم في الملعب وننهي موسم صعب وشاق بالتتويج ببطولة أفريقيا. أروح مع حضراتكم للنادي الأهلي برضو اللي النهاردة الحقيقة فتح اتصال مع الاتحاد الأفريقي عشان يعرف منه الإجراءات الاحترازية المفترض أنه هو يتخذها أو يتبعها في النهائي دوري الأبطال المقرر ليه إن شاء الله يوم 27 نوفمبر الجاري، وعشان يعرف البروتوكول الطبي المطلوب تطبيقه في نهائي البطولة عشان يتمكن الأهلي من الاستعداد للبروتوكول ده بشكل مبكر، سواء كان الأمر بقى يتعلق بإجراءات التعقيم أو إجراءات مسحات طبية أو غيرها من الإجراءات الاحترازية اللي بيتم تطبيقها. نروح كمان لكابتن محمود الخطيب طبعا رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اللي استقبل النهاردة بمقر النادي بالجزيرة وفد من وزارة التضامن الاجتماعي، وده في إطار الإخطار الرسمي لمجلس أمناء الأهلي للتنمية المجتمعية بتصديق طبعا من وزارة التضامن الاجتماعي على إشهار مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية. طبعا احنا كنا اتكلمنا لو تفتكر يا سارة على مبادرة كان طبقها النادي الأهلي تعليم الكبار. بالظبط كده، مبادرة تعليم الكبار، واعتقد وفي ظني الحقيقة احنا مش بنتكلم على 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 الأهلي بس كنادي رياضي واجتماعي، لكن احنا بنتكلم على مؤسسة وكيان ليها من الشعبية والجماهيرية وحجم التأثير الكتير، واللي من ممكن يكون له دور في التنمية المجتمعية بشكل إيجابي ومؤثر جدا. احنا بنتكلم على كوادر تقريبا في كل المجالات، وحبها وارتباطها وانتمائها للنادي الأهلي من الممكن انه يساهم في تشكيل عمل تطوعي مجتمعي يكون ليه تأثير كبير جدا على المجتمع المصري. نروح للمنتخب الوطني. الحقيقة المنتخب زي ما قلت لحضراتكم المنتخبين سواء الوطني الأول أو الأولمبي النهاردة دخلوا في معسكرات مغلقة. النهاردة المنتخب الوطني خاض أول تدريبات في المعسكر المفتوح ببترو سبورت، وده طبعا تحت قيادة كابتن حسام البدري عشان يستعد لمواجهة توجو، ماتشين ذهاب وإياب 14 و17 نوفمبر، ثلاث أيام فاصل بينهم، الجولة الأولى في القاهرة، الجولة الثانية هتكون في توجو، وده طبعا في مشوار الفريق الوطني أو المنتخب الوطني لتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون. الميراندا النهاردة شارك فيه 13 لعيب، هم مهدي سليمان، محمد بسام، عبد الله سعيد، علي جبر، احمد ايمن منصور، محمد حمدي، احمد توفيق، ورمضان صبحي، ومحمد شريف، حسام حسن، واحمد ابو الفتوح، وطاهر محمد طاهر، واكرم توفيق. بكره ان شاء الله ينضم لعيبه النادي الاهلي الشناوي، ايمن اشرف، محمد هاني، السليه، افشه، وهيكون كمان معاهم حمدي فتحي. كمان الجهاز الفني لمنتخب مصر الاولمبي بقياده شوقي غريب اعلن اقامه المباراه الوديه الاولى امام كوريا الجنوبيه يوم 12 نوفمبر الجاري على استاد السلام، وهتقام مباراه البرازيل يوم 17 على استاد القاهره الدولي بعد وصول الموافقات الامنيه. طبعا انا كنت اتمنى انه ماتش البرازيل يبقى في يوم ثاني غير 17 لانه يمكن يبقى فرق التوقيت في صالحنا فنقدر نتابع الماتشين، بس هيبقى عندنا ماتش منتخب الوطني مع توجو في توجو وده ماتش مهم وصعب. احنا لازم نكسب مباراتين توجو دول. هو يعني طبعا انت خدي بالك برضو يعني هو اللي بيتاهل من المجموعه الاول والثاني، فيعني انا شايف ان هو لو مصر ما تاهلتش تبقى يعني اعتقد ده سيناريو مش وارد على الاطلاق. احنا متعادلين يعني مع كينيا وجزر القمر، عندنا نقطتين وتوجو يعني هي المتصدره، لازم نكسب الماتشين. المفروض ان احنا نكسب وبحسابات والكوره حلوه كمان مش نكسب بس، وبيتهيالي انه المنتخب عنده قماشه او يا كابتن حسام بدري عنده قماشه في المنتخب تساعده انه يحقق نتيجه ايجابيه بالتاكيد في مصر ونتيجه محترمه. الاهلي والزمالك كمان دلوقتي في اعلى فورمه ليهم يعني. صحيح، نتمنى طبعا نشوف المنتخب متصدر مجموعته بعد المواجهتين اللي جايين مع توجو، خصوصا ان توجو هي المنافس المباشر او الابرز ليك في المجموعه. نروح لكاس السوبر في اسبانيا، كاس السوبر الاسباني هيرجع مره ثانيه لملاعب المملكه العربيه السعوديه الشقيقه للعام الثاني على التوالي. الاتحاد السعودي يمكن كان مرتبط بتعاقد مع الاتحاد الاسباني عشان تتلعب ماتشات السوبر على الملاعب السعوديه، يمكن السوبر بالنظام الجديد اللي اتعمل بيه اول لقب فاز بيه ريال مدريد في شهر يناير اللي فات، وده كان لو حضراتكم تتذكروا اللي تابعوا يعني كان دوره رباعيه كان فيها الريال والبارسا وفالنسيا واتلتيكو مدريد. النسخه الثانيه هتقام برده بنفس النظام في الفتره من 13 ل 16 يناير اللي جاي، في اختلاف بس في الفرق المشاركه، البارسا والريال موجودين برده، لكن الحقيقه وخدوا بال حضراتكم هم الدوره المجمعه بتتلعب باربع فرق، البطل والوصيف في الدوري والبطل والوصيف في الكاس. الماتشات هتتلعب من يوم 13 هتلعب ماتش نصف النهائي الاول، ويوم 14 هيتلعب نصف النهائي الثاني. النهائي هيكون بين الفرقتين اللي هيفوزوا يوم 16 على ملعب الجوهره المشعه في البطوله طبعا اللي هيشارك فيها زي ما قلت لحضراتكم ريال، بارسا، ريال سوسيداد، واتلتيكو بلباو.
طبعا زي ما قلنا لحضراتكم النهارده من المباريات المهمه في تشامبيونز ليج ريال مدريد وانتر ميلان، وريال مدريد ما قدموش حل غير ان هو يفوز بعد ما خسر من شختار وتعادل مع بروسيا مونشنجلادباخ. كلام اكتر عن تشامبيونز ليج بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مره ثانيه. طبعا يوم مليان بالمباريات المهمه في التشامبيونز ليج او دوري ابطال اوروبا، ودايما يوم ما ليفربول بيلعب المصريين كلنا قاعدين مستنيين المباراه حتى لو مش مهمه قوي. طبعا كمان مباراه ريال مدريد وانتر هي اللي واخده الزخم الاكبر، طبعا الاهتمام الاكبر، وكانها مباراه في الادوار الاقصائيه من التشامبيونز ليج. خليني اقول لحضراتكم مباريات النهارده بالتفصيل قبل ما نروح لناقدنا محمود باهي الناقد الرياضي ونتكلم معاه اكتر عن مباريات التشامبيونز ليج. النهارده هيكون بروسيا مونشنجلادباخ بيلعب شختار، وريد بول سالزبورغ مع بايرن ميونخ، كمان انتر ميلان مواجهه قويه زي ما قلنا مع ريال مدريد، مانشستر سيتي مع اولمبياكوس، وبورتو مع مارسيليا، كمان ميتلند الدنماركي مع آيكس أمستردام، وليفربول مع أتلانتا. طبعا يعني مباريات مهمة، ولكن زي ما قلنا الأهم ليفربول وكمان مباراة ريال مدريد. طبعا قلنا ريال مدريد يمكن متذبذب من أسبوع لآخر، وبعد ما خسر من شختار والتعادل مع بروسيا مونشنجلادباخ مطالب أنه هو يفوز في المباراة دي. هنتكلم أكتر طبعا مع ناقدنا الرياضي محمود باهي من جريدة الشروق. برحب بيك على شاشة قناة الأهلي. أهلا بيك يا سارة وكل مشاهدي قناة الأهلي. عايزين نتكلم يا محمود في البداية على أبرز ملامح الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا. هي طبعا الجولة الثالثة بتكون جولة تحديد المصير لأن المباريات فيها هتتكرر، يعني مثلا زي ما أنت قلتي من شوية إن ريال مدريد بيلعب الإنتر، دي من أبرز المواجهات. المواجهة دي هتتكرر في الجولة الرابعة وهتتكرر كمان بعد فترة توقف دولي. دلوقتي الأندية الأوروبية يعني الكبيرة كلها في تذبذب كبير جدا في المستوى، بنلاقي نتائجها مثلا في اللي نتائجه كويسة في بطولة الدوري بنلاقي نتائجه متراجعة جدا في دوري الأبطال، والعكس صحيح، نلاقي في فرق ماشية كويس جدا في دوري الأبطال ونتائج في الدوري بعيده جدا، زي سواء مانشستر سيتي او برشلونه. فطبعا المباريات دي احنا لو مثلا بنشوف مجموعه ريال مدريد، لو شفنا الجدول حاليا بعد اول جولتين هنحس ان الجدول مقلوب، هنلاقي ريال مدريد هو في المركز الرابع وانتر في الثالث مونشنجلادباخ في الثاني وشختار هو الاول. يعني كل المتفائلين كانوا بيقولوا ان المنافسه على الصداره هتكون بين ريال مدريد وانتر ميلان، مع الجوله الثالثه بقوا الاثنين بيصارعوا بعض. مواجهة انتر ميلان مع ريال مدريد هتحدد بشكل كبير جدا الفريق اللي هيقع منهم ممكن يخرج من دوري الابطال مبكرا، او يعني لو حظه كويس ممكن يشارك في اليوروبا ليج. فطبعا هتبقى مباراه صعبه جدا، مباريات الجوله الثالثه بتبقى مباريات صعبه جدا بالنسبه للفرق اللي بدات مشوارها، خصوصا الفرق الكبيره بدات مشوارها بنتائج متذبذبه، زي برضو باريس سان جيرمان. ما باريس سان جيرمان خسر المباراه الاولى على ملعبه ضد مانشستر يونايتد ثم كسب بشاكشهير التركي بصعوبه بالغه جدا، وعنده ماتش مع لايبزيج بكره ان شاء الله بدون نيمار بدون امبابي بدون ماورو ايكاردي، فبرضه هتبقى مباريات تحديد مصير، خاصه ان كمان الفرق الكبيره بتعاني كلها من اصابات في جميع صفوفها تقريبا، وعندهم احساس ان هم الموسم الحالي هو استكمالا للموسم اللي فات بسبب ضغط المباريات طبعا وفتره الكورونا اللي هي ضيعت 3 شهور من الموسم اللي فات وضغطت الجدول بشكل كبير. فالفرق اللي تأهلت لدور الثمانية من دوري الأبطال الموسم الماضي أو اللي هي كملت بعد فترة الكورونا بتعاني بشكل كبير جدا، وده ملاحظينه سواء على مستوى الدوريات أو على مستوى البطولة القارية. محمود، من وجهة نظرك كناقد رياضي، شايف مين هيتفوق فنيا النهاردة، ريال مدريد ولا انتر ميلان؟ يعني مباراة صعبة على الطرفين، ممكن تكون الأصعب على الريال، بس فنيا مين ممكن يتفوق؟ هو ريال مدريد حلوله مهارية أفضل، يعني خبراته بدوري الأبطال أكبر، الضغوط على إنتر ميلان صعبة شوية على مدربه أنتونيو كونتي صعبة لأن هو في دوري الأبطال المسيرة متذبذبة وكذلك في الدوري الإيطالي. أما ريال مدريد في المباريات الأخيرة محقق انتصارين، يعني بينافس على الصدارة وأي نعم حاليا في المركز الثاني في الدوري الأسباني خلف ريال سوسيداد، لكن ريال مدريد خبراته أكتر، زين الدين زيدان مدرب واخد 3 دوري أبطال أوروبا ورا بعض، فريق ريال مدريد زي خبراته كبيرة، فريق بيشارك بشكل سنوي بشكل موسمي في دوري أبطال أوروبا، لكن خلي بالنا إن إنتر ميلان بس معلش يا محمود اسمح لي، الناس برضو شايفة أو جمهور شايف إنه مش ده ريال مدريد اللي واخد 3 دوري أبطال ورا بعض، يعني في تذبذب في مستوى ريال مدريد في الفترة دي. بالظبط، مع زي ما بنقول فتره الكورونا في اصابات كتيره، يعني فريق الفرق الكبيره صفوفها مش مكتمله، زائد برضو في نفس الوقت في مرحله تجديد دم، بنشوف مثلا ان في عناصر كانت شريكه في 3 دوري أبطال أوروبا مع بعض مع ريال مدريد، طبعا ابرزهم كريستيانو رونالدو، ده سلاح كبير جدا افتقده
ريال مدريد، وحتى الان لم يعوضوا. يعني حتى الان دلوقتي ريال مدريد الاعتماد الكلي على سيرجيو راموس، كريم بنزيما، كاسيميرو، دول ابرز، وكورتوا طبعا مستواه من بعد استئناف الكورونا مستواه من يعتبر من نجوم الفريق. فعشان كده ريال مدريد مش بالقوه المرعبه زي فيما بعد، لان هو فيما سبق يعني، لان هو فقد نجوم كتير، والفريق دلوقتي في مرحله تجديد دماء، في لعيبه كتيره جدا رحلت عن الفريق. خامس رودريجيز برضو كان عنصر من العناصر كان بيعتمد عليها زيدان في مرحله التدوير، انما دلوقتي ريال مدريد بيعتمد على فينيسيوس جونيور، على رودريجو، كلها عناصر شابه، على فيدريجو فالفيردي، فكلها دلوقتي مرحله تجديد دماء، وفي نفس الوقت عناصر الخبره مستواها برضو يعني بيتراجع سواء فنيا او بدنيا، لان ضغط جدول المباريات صعب على كل الفرق. فعشان كده يبدو للناس ان ريال مدريد مش بالقوه الكافيه، لكن سلاح الخبره هو اللي بيكسب الفريق الكبير حتى لو هو مش في يومه او في اسوأ مستوياته، وده اللي شفناه مع ريال مدريد في المباراه الاخيره ضد مونشن جلادباخ. كان مغلوب 2-0 لغايه اخر 3 دقائق من الوقت الاصلي، ونجح ان هو رغم ان ريال مدريد لم يقدم الاداء القوي في المانيا، لكن نجح ان هو يقلص النتيجه دي 87 ثم يتعادل في الدقيقه 93. فطبعا دي سمات الفرق الكبيره ان هي بتقدر تعدي الازمات في ظل تراجع مستواها سواء فنيا او بدنيا. طيب يعني احنا متفقين ان لو ريال مدريد خسر مباراه النهارده هيبقى موقفه صعب جدا في المجموعه، وهيبقى حاجه مش بنشوفها كتير انه ريال مدريد يبقى في الموقف ده في دور المجموعات في الشامبيونز ليج. شايف ان ده ممكن يقول ان احنا هيبقى لازم داخلين على فتره زي البرشلونه دخلت عليها، لازم يكون في تغيير بقى جذري في الفريق من ناحيه اللاعبين او مدير فني، ولا ده مش ممكن يحصل؟ هو طبعا كله هيتحدد، نخلي بالنا برضو في حاجه مهمه جدا مع فتره الكورونا واللعب بدون جماهير، تلاشت الفوارق بشكل كبير. يعني دلوقتي ريال مدريد لما يلعب في اسبانيا بدون جماهيره دلوقتي بقى يتجرأ عليه اي فريق. بنشوف ان هو حتى في الدوري الاسباني في مباريات عدى منها بصعوبه كبيره جدا. كذلك نفس الوضع ان ازمه الكورونا ادت لازمات اقتصاديه كبيره جدا، ما شفناش الصفقات القويه اللي احنا بنشوفها مع كل سوق انتقالات. كان في كلام كتير عن امبابي راح ريال مدريد، نيمار راح برشلونه، طبعا مع الازمات الاقتصاديه الكبيره جدا. لا ده احنا لقينا فرق بتتخلى عن بعض النجوم عشان تعمل توازن مالي واقتصادي في الميزانيات بتاعتها. فكل دي عوامل مؤثره بشكل كبير. اعتقد ريال الموسم مليان تقلبات كتيره جدا، حتى يعني ما فيش فريق كبير مستواه ثابت. احنا شفنا ليفربول في الدوري مغلوب 7، ليفربول اللي هو بطل اوروبا وكان بطل الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت، مغلوب 7 من استون فيلا، الفريق اللي كان قعد بمعجزه في الدوري الانجليزي السنه على اللي فاتت. ذكر ليفربول، شايف ازاي مباراه ليفربول واتلانتا النهارده؟ برضو عامل الخبره يصب في صالح ليفربول بشكل كبير، رغم ان اتلانتا مقدم عروض قويه وعنده قوه هجوميه كبيره، فريق بيمتاز بالغزاره التهديفيه، لكن هو فريق برضو قليل الخبره عامل مهم جدا يا ساره في البطولات الكبيره. أكيد. يعني ليفربول زي ما نقول زي الكلام اللي احنا قلناه على ريال مدريد، بنتكلم عن ليفربول هو بطل الدوري الانجليزي. اي نعم طبعا هيتاثر الموسم بتاعه بشكل كبير جدا باصابه فيرجيل فان دايك، انه برضه عنصر كبير جدا وعنصر مهم طبعا. وكان عنصر من العناصر المؤثره سواء في فوز ريال مدريد بدوري الابطال في 2019 او فوزه بالدوري الانجليزي في 2020، فدي برضه كانت ضربه قويه جدا. الكورونا غيرت أكيد. الخريطه أكيد. غيرت الملامح، غيرت موازين القوه، وخلت زي ما نقول الفرق الكبيره بقت سلاح الجمهور ما عندها مبقاش موجود. عايزه اروح معاك كمان يا محمود لبرشلونه سريعا برضو. النهارده رئيس النادي المؤقت قال في تصريح يعني بيحمل رساله ضمنيه لميسي انه مش بيستثني حد من تخفيض الرواتب. شايف الرساله دي غرضها ايه؟ ممكن توصل لميسي ازاي؟ ده اللي احنا بنقوله، ان فتره الكورونا يعني اثرت بشكل كبير. احنا حتى شفنا صفقات في برشلونه كانت لاغراض اقتصاديه اكثر منها فنيه، يعني رحيل لويس سواريز، رحيل فيدال، كان من ضمن اللعيبه اللي مرتباتها عاليه جدا. دي طبعا رساله ان الازمه ما زالت مستمره، الازمه ما زالت مستمره. اذا برضو برشلونه الموسم اللي جاي او الصيف اللي جاي هل هيقدر يعمل مشروع جديد يضم صفقات جديده؟ لان الفريق برضو ما زال بحاجه لصفقات، رغم ان فيه نجوم من العيار الثقيل باسعار ومبالغ فلكيه زي جريزمان، زي كوتينيو، زي ديمبلي، اسعارهم تجاوزت حوالي نص مليار تقريبا، نص مليار يورو الثلاث لعيبه دول بالذات. لكن في نفس الوقت هم مش الاضافه القويه، يعني لا برشلونه استفاد من جريزمان حتى الان ولا ديمبلي، وكوتينيو على خط يعني يمشي على خط ويسيب خط، وعيل السنه اللي فاتت لبايرن ميونخ. فاذا ده مؤشر خطر ان برشلونه لسه ما عندوش القوه الماليه الكافيه ان هو يبني فريق جديد في موسم الانتقالات. احنا شفناه موسم الانتقالات اللي هو الاخير جايب ترينكا وبدري، كلها لعيبه
صغيره في السن، وديست برضو ده لعيب صغير في السن، كلهم لعيبه تقريبا في معدل من 18 سنه ل 22 سنه او 23 سنه، فده برضو مؤشر كبير جدا ان ممكن ميسي يرحل عن برشلونه. ميسي لو تكرر الموسم الكارثي اللي فات، طبعا الخساره القاسيه ضد بايرن ميونخ ب 8-2، لو تكرر الموسم ده وخرج برشلونه، خلي الفضل، اعتقد ان ميسي مش هيكمل مع برشلونه بالشكل ده. اداره برشلونه مش هتقدر توفي له الراتب الضخم اللي هو بيتقاضاه، فاذا ده برضه مؤشر ان ممكن ميسي يرحل في اي وقت، الا اذا برشلونه حقق انجاز، سواء فاز بالدوري او بدوري ابطال اوروبا، ممكن ساعتها ميسي يتفاضى وممكن نلاقيه بيوافق كمان على تخفيض راتبه. وانا بتفق معاك طبعا، بشكرك شكرا جزيلا. النقد الرياضي بجريده الشروق محمود باهي، زي ما قلنا لحضراتكم النهارده مباراه ريال مدريد وانتر ميلان، مباراه مهمه جدا، ولكن الاهم بعد الفاصل كابتن احمد فوزي مع الاعلامي المتميز احمد سمير. من هنا من اللحظه دي لغايه يوم 27 لا حديث ولا كلام ولا شيء بيشغل قلوب وعقول جماهير النادي الاهلي سوى النجمه التاسعه. قلت لحضراتكم انه يمكن تكون اكتر كلمه جمهور النادي الاهلي بيرددها واكتر كلمه بيسمعها نجوم النادي الاهلي في الفتره الحاليه هي التاسعه يا كابتن. ان شاء الله باذن الله عندنا فتره، يعني في ناس كثيره جدا اتضايقت انه المباراه النهائيه اتاجلت من يوم 6 ليوم 27، ولكن ان شاء الله باذن الله يكون خير، فرصه فيها كثير من الايجابيات. فرحنا بالدوري وباركنا على الدوري، وان شاء الله باذن الله نختم سيزن طويل جدا بالتوفيق والنجاح في بطوله افريقيا. اسمحوا لي ارحب بكابتن احمد فوزي اللي كان ضيفي في فتره مش بعيده في السادسه، وكلمنا عن مشوار الاهلي في فتره يمكن الجمهور ما كانش راضي قوي على مستوى اداء اللاعبين. اعتقد ان الصوره اختلفت بنسبه 180 درجه. خلينا نسمع رايه، بس قبل ما نخش في التفاصيل نبارك له على الفوز ببطوله الدوري. مبروك يا كابتن احمد. الله يبارك فيك ومبروك لجمهور النادي الاهلي الاصل واللي يستحق البطوله. يعني حاجه قبل ما اخش في اي كلام، من سنه 90 اول ما الاحتراف دخل مصر كل حاجه في مصر اتغيرت الا جمهور النادي الاهلي هو اللي ساب. فعلا جمهور النادي الاهلي هو الدافع، هو المحرك الاساسي للعيبه النادي الاهلي، وعن طريقه بياخد روحهم وقلبهم. عشان كده تحية للجمهور الأول، وبعد كده مجلس الإدارة اللي ساعد بشكل كبير في تكوين الفرقة دي، ووقف مع النادي الأهلي في تغيير المدرب مستر فالير وجاب مستر موسيماني. تحية للإدارة متمثلة في كابتن سيد وكل معاونيه، وتحية في الآخر للاعبين اللي بذلوا أقصى ما في وسعهم. تحية لمؤمن زكريا، ربنا يشفيه ويرجعه طبعًا بالسلامه ان طبعًا شاء الله. طبعا هتكلم معاك على لقطه مؤمن، وهتكلم معاك على لقطه احمد فتحي. اكيد، بس انا ماتش الطلائع فيه كذا وقفه الحقيقه، ماشي، يعني في 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 في, في ختام الدوري. طيب هنتكلم ماشي كتير. طيب الدوري ده انا من وجهه نظري بسميه دوري محمد الشناوي، وقلت كده قبل كده كذا مره. محمد الشناوي كان ليه تدخلات في المباريات قلبت نتيجه المباريات كتير جدا جدا، اكتر من 9 مباريات تصديات لمحمد الشناوي تقلب نتيجه المباراه من خساره 1-0 لمكسب 1-0، ومن تعادل 1-1 لمكسب 2-0 و3-0. فاعتقد الدوري ده من وجهه نظري محمد الشناوي يعني يسجل باسمه. ان شاء الله بطوله افريقيا اللي جايه هتتسجل باسم هو الشناوي. الحقيقه ليه بصمه كبيره جدا السيزون ده، وفي ناس كتير على فكره في اصوات يعني سمت الشناوي مش بس افضل حارس مرمى، في ناس اختارته انه هو افضل لاعب في الموسم الحالي من دوري المصري. ربنا يكرمه وان شاء الله يعني يكون سبب رئيسي في مكسبنا. انت حارس مرمى متميز جدا ومتمكن جدا، وبالتاكيد ليك نظره في يعني خليني اقول ايه، بسم الله ما شاء الله، طبعا يعني ربنا يحميه ويحفظه، بس في تطور وفي ثبات كبير جدا في مستوى الشناوي. يعني الشناوي راح كاس العالم روسيا كان ما شاء الله ولا اروع، ورجع يعني كتير يقول لك والله حافظ على مستواه. لا، الشناوي عنده قدره على انه يطور من مستواه، وبنشوف كل يوم شناوي في حته احسن من اللي قبلها. ده يانكون ميشيل ولا ده عقليه الشناوي، ولا بتشوفها ازاي كحارس مرمى؟ اولا يانكون ميشيل ليه دور ايجابي جدا جدا جدا. مش عايز اغفل حق كابتن طارق سليمان، مش عايز اغفل حق كابتن احمد ناجي. ايوه تمام. مش عايز اغفل حقي. لما الشناوي مشي وكان احمد عادل عبد المنعم موجود، راح الجيش سنه، الشناوي حي يرزق. كنت مع يعني ضيف مع كابتن شوبير في احد البرامج، قلت لهم ده هيبقى احسن جون في مصر. الشناوي حي يرزق ويسال على هذا الكلام، واتصل بيا وهناني وشكرني على الكلام ده. بس فعلا الولد من يومه امكانياته كويسه جدا. الاهم انه بيشتغل على النواقص. ايوه، بمعنى كان ينقصه مثلا دراعاته، اشتغل عليها كويس جدا. كان ينقصه
القرار بتاعه، ابتدى يهدي نفسه في القرار شوية. قراره كان دايما متسرع، كان ينقصه الثبات الانفعالي، بقى عنده ثبات انفعالي قوي جدا. فالشناوي كل شوية لما بيظهر له حاجة بيزودها، بيشتغل عليها عشان يزودها، فيطلع في المجمل حاجة جميلة. لا والجميل كمان في الشناوي يا كابتن أحمد يعني، وده أنا نفسي الحقيقة تكون رسالة بالذات للعيبة النادي الأهلي اللي تربت جوه النادي الأهلي، يعني ولاد النادي زي ما بنقول كده، لأنه النادي الأهلي نادي بطولات، ومطلوب منه اللعيبة اللي تكون موجودة عنده تكون في التوب فورم. فأوقات كتير جدا ده بيجي على حساب مواهب حقيقية طالعة من قطاع الناشئين في النادي. الأهم أنه ما علقش الشماعة، أو ما قالش أنا خرجت بره الأهلي فأصيب بالإحباط، أو قال ده، فاهم قصدي ايه؟ فاهم كويس جدا جدا. لا كان عنده اصرار انه يكمل ويشتغل. انا واحد منهم، انت بتكلم واحد منهم يعني. أيوة بس هو بس هو اشتغل على نفسه في سن اقصر مني شويه، ومشي بدري شويه، فلحق يرجع وتفوق على نفسه. عشان بس ابقى واضح وصريح، الشناوي تفوق على نفسه وتفوق على مدربيه وتفوق على زمايله، ودي حاجه ايجابيه جدا. نتمنى ان ربنا يستر وما حسدوش، نتمنى ان ربنا يكرمه ان شاء الله ويكمل على هذا الثبات ان شاء الله. لو كمل على هذا الثبات لسه قدامه 3-4 سنين في التوب فورم. طب بما ان احنا اتكلمنا على الشناوي لازم نتكلم علي لطفي اللي خد برده يمكن اخر ماتشين ثلاثه وظهر في المشهد. طمنك، حاسس انه علي لطفي علي جاهز في اي لحظه؟ علي جاهز، لو ما كانش خد الماتش ده كنت هزعل قوي. انا كنت ناديت من بعد ما حسمنا الدوري ان علي يلعب الماتشات كلها، تمام؟ مزبوط. ولكن عشان الشناوي كان عايز يعمل رقم شخصي دي كاكثر حارس كلين شيت لعب. انا كنت اتمنى ان علي يلعب عشان الثقه. اول كره في مباريات طلاع الجيش كانت كورنر، طلعها العربي بدر من على الخط اللي اتعملت، وعلي طلع خد قرارات واتلعبت من فوقيه وطلعها عربي بدر من على المرمى، يبين لك قد ايه ان الثقه هربانه من علي. انما هو كحارس لما لعب 10 دقائق ربع ساعه نص ساعه، شفت بقى راح مطلع انفراد والتاني وشوطه، يعني لما دخل في الجيم ظهرت إمكانياته. انما في الاول عشان هو قاعد بقاله فتره كبيره، القعده بتاثر يا كابتن طبعا أحمد. بتخلي الثقه مش موجوده معاك. عدم اللعب بيخلي الثقه مش موجوده، وبيخليك مش قادر، عارف اللي هو ايه، حارس بيبقى اول كورتين كده خايف مرعوب، يا رب ما تخش جون اول كورتين. أيوة. بعد كده اما بياخد الثقه خلاص هو بيرجع لطبيعته. الناس بتنادي ان احنا نجيب حارس من اي حته. طب انت لو دورت في مصر كلها هتلاقي حارس زي علي لطفي؟ اشك. انت تجاوب يا كابتن. اشك لا. امكانيات علي لطفي في سنه لا، علي لطفي موجود، بس هو المشكله انه ما بيلعبش. فاحنا مش عايزين نظلمه ونتجنى عليه. طيب بالاضافه لعلي، في وشوش كتيره جدا جت ظهرت في ماتش الطلائع، في يعني واحنا بنختم بنحتفل بالدرع الدوري، كانت غايبه بقى لها فتره، سواء من ناشئين تصعدوا للمشاركه مع الفريق، او كانت من اللعيبه الموجوده في ستيم بس كانت غايبه عن المشاركه في البطوله بشكل كبير. مين لفت نظرك؟ مين كنت فرحان انك شايفه في الملعب؟ الاول عشان ما اظلمش اوفا، مصطفى شوبير. عايز اتكلم على شوبير. ارفعه شوبير. شوبير الناس مش قلقانه منه ومش خايفه منه في الوقت الحالي. طيب. يعني انا بس اقول للناس يعني، والولد لسه صغير. ايوه برضه. ارفعوا ايديكم عن مصطفى. ما تقارنوش مصطفى بوالده، ارفعوا ايديكم عن مصطفى. مصطفى حارس جامد جدا. هتحصل كده كده يا كابتن. لا مش هتحصل. عارف مش هتحصل ليه؟ طول ما مصطفى واقف على رجليه مش هتحصل. مصطفى عشان نقارنه بكابتن شوبير يبقى لازم مصطفى يوصل 35-36 سنه عشان نقارنه بكابتن شوبير، يلعب نفس الفتره اللي لعبها كابتن شوبير عشان اقدر اقارنه بيه. انا دلوقتي لو كنت بقارن محمد الشناوي بعصام الحضري، بس ثواني بس، انا ممكن اقارن الشناوي بالحضري، مفيش مشكله طبعا دلوقتي. بعد ايه؟ بعد 4 سنين لعب. ايوه. انما اول ماتشين ثلاثه للشناوي ما اقدرش اقارنه بالحضري. لما الشناوي كان قاعد احتياطي لشريف اكرامي ما كنتش اقدر اقارن الشناوي بالحضري. لانه ما لعبش نفس فترته. هو ده اللي انا عايز اقوله. ارفعوا ايديكم عن مصطفى، شيلوا الضغوط، الولد جون كويس جدا جدا، مبشر جدا جدا، نتمنى له التوفيق، بس اهدوا عليه. تمام ماشي. طيب ده بالنسبه لحراسه المرمى. نيجي للعيبه اللي ظهرت في الماتش. اعتقد ان معظم اللعيبه اللي ابتدت المباراه كانت حاسه بمسؤوليه المباراه، وكانت يعني مش هنسميهم لعيبه احتياطيه، ولكن هي لعيبه ما بتشاركش بصفه اساسيه، تمام؟ اهميه المباراه بالنسبه لهم، في منهم لعيبه كانت مفاتيح فوز للنادي الاهلي أكيد طول الموسم. مباريات كتير مش معترض. بس انا بقول لك ان ايه، واحد زي محمود وحيد اللي كل ما يتحط في ضغط يرجع يثبت للناس انه لعيب كويس جدا. طبعا كابتن وليد سليمان مفيش غبار عليه طبعا. يعني مثلا العربي، انا احب اشكر العربي بدري جدا جدا. الولد اصلا بيلعب ديفندر. ايوه
فانت لما تجيب ديفندر تلعبه رايت باك اي باك يمين بتفرق جدا يعني امكانياتك هنا مش زي امكانياتك هنا طبعا واللعبه على الخط غير لما غير لما تلعب في نص الملعب طبعا فعملها بشكل جيد جدا جدا. لو كنا بنفكر نجيب رايت باك لا احنا ممكن نتراجع شويه ويبقى الاولويه شايف العربي ممكن ممكن يعملها كويس جدا جدا ممكن بس ايه يتحسن في الناحيه الهجوميه انما دفاعيا 10 على 10 تغطيه عكسيه غلط في واحده بس لاحمد فتحي قال له انت بعتنا فيها اللي هي دخل لجوه عشان يلعب بدماغه واتعملت في ظهره دي الوحيده اللي اتغلط فيها في المباراه لسه الخبره برضو يا كابتن احمد طبعًا. مش مكانه ومش مكانه ارجع اقول لك مش مكانه صحيح وفخري لعب في مكان مش بس مكانه بس هرجع بقى اقول لك فخري لعيب عالي كده حيارتي. عارف اللي هو ايه فكرني بكابتن علي ميهوب كورته كورته كده يعني عارف الكوره الممتعه السهله فخري مش مكانه هنا فخري يلعب قدام وبمناسبة انك شبهت فخري بعلاء ميهوب علاء ميهوب كابتن علاء ميهوب هو اكتر حد او اول حد اتكلم على موهبه فخري لا لا ما شاء الله ما شاء الله وهو يمكن كان معانا وقال لنا الموضوع ده والله سبحان الله سبحان الله دي من عند ربنا بس انا فعلا الولد لعيب كره هايل عايز يزيد في ايه في حته الدفاعيه بيعملها كويس بس مش زي مثلا لما تجيب العربي لو حطيته ديفندر هتلاقي العربي بيقطع كتير جدا فخري مش هيقطع كتير فخري هيقطع قليل بس لما يسلم باص من رجليه هتلاقي الباص زي ما انت عايز تقول طيب خليني بقى اتكلم بعيدا عن الكوره لانه الحاجه الماتش ده كان فيه اكتر من لقطه تستحق ان احنا نقف عندها بالتفصيل بس خلينا نروح لفاصل ونروح نشوف مع بعض كده ومع كل جماهير النادي الاهلي اللي بتتابعنا تقرير من جمهور النادي الاهلي لما حبوا يوجهوا رساله لاعيبه النادي الاهلي ان شاء الله قبل الماتش المهم ومع ماتش الفاينل طبعا بتاع افريقيا قالوا ايه نشوف التقرير وفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه اقول لهم ان شاء الله الدوري اهلاوي انتوا قدها رجاله وان شاء الله انتوا قدها تسعى يا اهلي وكل الدعم المؤمن زكريا ربنا يشفيه احنا ان شاء الله معاكم في ظهركم باذن الله ربنا يوفقهم واحنا واثقين فيهم وان شاء الله يشرفونا في كاس افريقيا ان شاء الله وربنا يحفظهم من الاصابات ادي اهم حاجه اللي احنا محتاجين جهد كل لاعب تركيزه النفسي والبدني والمعنوي شد حيلكم وعايزين نتيجه كويسه ترضي جماهير النادي الاهلي وعشاقه في جميع انحاء العالم مش الوطن العربي بس يعني ان شاء الله باذن الله ياخدوا بالهم من الاجراءات الاحترازيه اهم حاجه واثقين فيكم جدا وان انتوا قد الثقه ان شاء الله وحتى هتثبتوا ده في الملعب وزي ما اخذنا الدوري اكيد ان شاء الله هناخد النهائي ان شاء الله ركزوا انتوا رجاله وربنا معاكم خلوا كل التشتيت والكلام ده على جنب وخلوا البطوله قدامكم واثقين فيهم ان شاء الله وهيجيبوا لنا الفوز زي ما بسطونا في الدوري باذن الله واحنا منتظرين ان شاء الله هياخدوا البطوله بجداره انا عايزهم زي ما هم جامدين وعايزهم ان شاء الله ناخد زي ما احنا خدنا الدوري ده ناخد افريقيا هقول لهم خليكم رجاله زي ما انتم على طول وربنا معاكم انتوا رجاله واحنا واثقين فيكم جدا ان شاء الله زي ما خدنا الدوري هناخد بطوله افريقيا ربنا يكرم ويوفقهم ان شاء الله رب العالمين يبقى دي التاسعه وياخدوا البطوله هقول ان احنا نادي قوي واحنا نادي القرن واحنا قدها ومبروك علينا الدوري وان شاء الله هناخد بطوله افريقيا افريقيا يا اهلي يضرب بيهم المثل يعني حدوته تستاهل ان احنا نحفظها ونتعلمها ونحكيها للي جاي من بعدنا عشان تفهم يعني ايه ترتبط بكيان كبير جدا زي النادي الاهلي ويعني ايه تخرج من الباب الكبير لان في فرق كبير جدا انك تخرج من الباب الكبير او انك انت تخرج من الباب الصغير كابتن احمد فتحي وكابتن مؤمن زكريا اتنين من النجوم اللي بعتقد ان هم وان كنا نتمنى ان شاء الله نشوف مؤمن مره تانية في الملاعب لكن الحقيقه الناس دي ما بقتش موجوده على قوه النادي الاهلي ورغم كده ما زالت بتتمتع بحب كبير جدا 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 لدى جماهير النادي الاهلي لقطتين يستحقوا ان احنا نقف عندهم في ماتش الطلاع يا كابتن احمد اكيد لقطه خروج فتحي من الملعب بعد مشوار طويل وناجح ورائع قول زي ما انت تقول من لعيب الحقيقه كان شديد الاخلاص الفانيلا الحمراء اللي ارتداها اعتقد على مدار 12 موسم ومؤمن زكريا ايضا لقطه تستحق ان احنا نقف عندها عرفان وانتماء ورد جميل لواحد من نجوم النادي الاهلي بيحمل اسمه مؤمن زكريا نبتدي بمؤمن طبعا ربنا يشفيه ويعافيه يا رب يا رب ويرجع بالسلامه ان شاء الله مؤمن لسه ما خرجش من الباب الصغير ولا الباب الكبير لا ان شاء الله ان شاء الله بس انا اقصد ان هو بعيد جوه الأوضة. بعيد عن الكوره في الفتره الاخيره لا موجود جوه الاوضه لا ما تقلقش ايوه ان شاء الله باذن الله نتمنى ربنا يرجعه بالسلامه ان شاء الله ان شاء الله طبعا النادي الاهلي طول عمره الوفاء من اهم ميزاته
كون وجود مؤمن في حفل الافتتاح هو اللي سلم الدرع يشكر عليها اللجنة الخماسية ويشكر عليها النادي الأهلي طبعا. مؤمن واحد من المفروض يكتب اسمهم في السكواد ده يعني على عبر التاريخ، لأنه لو سليم كان هيبقى موجود طبعا، فبعد حتى ما نموت هيبقى مؤمن أكيد إن شاء الله هيبقى أكيد مذكور في الأسماء في ما بتروحش طبعا، دي بصمة وتخلدت في التاريخ طبعا. خلاص مؤمن لعيب كبير جدا جدا جدا، ربنا يرجعه بالسلامة إن شاء الله. شكرا النادي الأهلي، احترام النادي الأهلي ووفاء النادي الأهلي يتشال فوق الرأس طبعا. أدي نمرة واحد. نمرة اثنين أحمد فتحي، لعيب ما قصرش مع النادي الاهلي، مفيش مباراه احتجته فيها باك ليفت باك رايت ديفندر بتلعبه تحت راس حق نص ملعب ارتكاز، لو رديته جوانتي وقفت جون هيبقى يلعب وهيبقى كويس. صحيح. عمره ما قال لمدرب انا العب هنا او ما العبش هنا، بيلعب في اي حته، بيموت نفسه، بيقاتل لاخر دقيقه، بيحط دماغه في رجل اي حد. روح قلب روح غير طبيعيه، روح لو يعني مثال ونموذج للعيب اللي عنده روح ومقاتل لاقصى درجه، حاله الاصرار اللي بتبتدي من اول لحظه لاخر لحظه، ما تحسش ان في ديفيشن، تحسش في بالظبط مفيش اختلاف، مفيش اختلاف، مفيش يعني هي نفس الايقاع، هو نفس الاصرار طول الوقت. فهو فتحي يتشال على الراس، اختياره الاخير لتامين مستقبله على عينه وعلى راسنا، وده الطبيعي، ده الاحتراف طبعا. من حقه يختار اللي هو عايزه، ممكن يكون الجماهير زعلت منه فتره حقها، بس الجماهير لما زعلت ولقيته بيموت نفسه كلهم شالوا على الراس. ايوه، لان اللي بيموت نفسه عشان النادي الاهلي، لا في فرق كمان يا كابتن احمد، انك تخرج بعد مشوار اديت فيه وسبت بصمه والناس فاكره لك حاجات كتيره جدا، وخارج وانت مش ضد، وخارج وانت مش متصادم مع النادي الاهلي ككيان او النادي الاهلي كجمهور، وانك انت تدخل في حاله عداوه معلنه. انا نفصل بين الاثنين تماما، نفصل جامد يعني جدا. والاهم من ده انه ما بيتكلمش، ما بيتكلمش اعلاميا، ما بيتكلمش على السوشيال ميديا، ما بيتكلمش فبيغلط نفسه. أيوة. يعني زي مثلا حسام، زي رمضان، زي مثلا شريك، يعني بيغلطوا نفسهم بعد ما مشوا من النادي الاهلي، ما كانش ليها لازمه الكلمتين اللي هم بيطلعوا يقولوه. احمد فتحي متعلم الدرس ده كويس، ما بيتكلمش، قافل بقه، بيشتغل في الملعب بس، عشان كده الناس شايلاه على الراس. ضايقتك لقطه فضل وكهرباء؟ على الرغم من الموضوع طبعًا. يعني طبعا الموضوع اتلم يعني طبعا، بس انتهى الـ وده اللي كنا اتمناه من اللحظه الاولى على فكره، يعني احنا كناش الموضوع اللقطه تضايق اي حد، اللقطه تضايق اي حد. انت لعبت مع فضل كابتن احمد كتير. صح كتير لعبت مع فضل كتير جدا. فضل كان المفترض لما عارف كانت تخلص امتى، لما كهربا راح ما سلمش عليه، يا كهربا انت مش هتسلم عليا، كان كهربا مد ايده وباس وعمل كل حاجه وشاله على الراس وكل حاجه. انما لما تتساوى الايدي او يعني اما ترفع الايدي تتساوى الرؤوس، ايوه خلاص، طالما انت حشتني انا هحوشك، ما انت زي زي صحيح. فالقصه كلها خدت اكبر من حجمها طبعا، ارجع واكد اكبر من حجمها. فضل اخطا، كهربا اخطا، خلص الكلام، وخلصت الليله ومش عايزين نتكلم عليها بقى، خلاص الموضوع انتهى. فضل ابننا مهما كان، كهربا واحد مننا ان شاء الله يكسبنا البطوله اللي جايه، ايوه، فمش عايزين نخوض في الكلام ده على الفاضي، خلاص انتهى الموقف، خلص وحصل ومش عايزين نتكلم فيه تاني. انما بقى انا شايف ان مثلا واحد زي كابتن احمد حسن النهارده طالع يقول انا يعني اللعيبه الفقراء هي اللي بتتعاقب، واللعيبه اللي معاها انديه قويه ما بتتعاقبش. حضرت الحلقه من اولها كابتن احمد؟ انا ما حضرتش الحلقه، بس يعني انا بقول لحضرتك اللي انا سمعته. ايوه ايوه، يعني لا انا بتكلم على الحلقه السادسه من اولها، احنا كنا بنتكلم في نفس النقطه دي، لانه كانت علامه استفهام كبيره جدا بالنسبه لي انها تخرج من كابتن احمد حسن. بالظبط، يعني كنت اتوقعها. في ناس دايما انت عارف حضرتك تحب ايه، تصطاد في الميه العكره. قول 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 وانا معاك. يعني في ناس تحب تركب الترند او تحب تحشر نفسها في مواضيع من النوع ده، بحيث انه ناس تتكلم عليها او الصحافه تروح لها والاعلام يعملوا لهم مداخلات. الكلام ده كله قلت ما اعتقدش انه كابتن احمد حسن يعني خانته الموضوعيه في النقطه دي. ما كنتش متوقع من حد بتاريخ احمد حسن انه يعمل ده، لانه تصرف بالنسبه لي مش مفهوم، او يعني تعليق مش مفهوم. في الاول وفي الاخر هو يعني نقطة مهمة جدا، أي لعيب في الدنيا بيغلط بيتعاقب، بيبقى في الملعب أو داخل الملعب، إنما المرة دي اللعيب ما غلطش. يعني كابتن أحمد حسن عشان تتكلم على الموضوع ده، اللي غلطان المسؤول عن المسؤول من اتحاد الكورة. أيوة. فأنت ما ينفعش المسؤول من اتحاد الكورة يعتذر للاعب، في أي لاعب، تمام؟ فالعملية مشيت ودي وخلصت.
طيب. انما انت تيجي بقى عشان تقول اللعيبه الفقراء والغلابه بيتعاقبوا واللعيبه اللي ليها ظهر ما بتتعاقبش ازاي؟ ده كان كهربا ذات نفسه واخد سنه وتخففت ل 10 ماتشات. صحيح. وليد كان واخد 10 ماتشات وتخففت مش عارف كم ماتش. يعني احنا تعاقبنا وتعاقبنا بزياده وجيتوا علينا بزياده. اتحاد الكره ده جه على النادي الاهلي بزياده، ولكن النادي الاهلي عشان نادي محترم بيلتزم ب ب ب ب ب بكل شيء ايجابي التزم، وكنا عايزين نمشي القصه. بس لما الموضوع كبر لا انت تاخد حقك وناخد حقي. فالمفترض ان واحد بعقليه كابتن احمد حسن يا اما كان تغاضى عن الموضوع يا اما كان خلاص الدنيا هديت زي ما انا قلت، عايزين نقفل الموضوع والنادي الاهلي يفكر في بطوله افريقيا. يعني كان في موضوعات كتيره جدا تستحق اهتمام احمد حسن في التوقيت ده. بالظبط انا شايف كده. ومنتخب مصر عنده ماتشات مهمه، وكهربا مش موجود مع منتخب مصر في الوقت اللي الراجل الحقيقه بيبذل مجهود ومقدم، يعني ماتش الطلائع مقدم مستوى اكتر من رائع. يعني واعتقد كان ممكن جدا، معلش انا بقول بكلم بمنتهى الصراحه ومفيش حسابات، لما بتكلم على الاهلي او على منتخب مصر بيتهيألي هنا تنتفي تماما فكره الوجهات النظر الشخصيه والاهواء الشخصيه والحسابات الثانيه. انا بتكلم على مصلحه منتخب مصر انه لعيب زي كهربا كان هيبقى مفيد مع كامل الاحترام والتقدير اكتر من لعيبه كتيره جدا، اكتر من رمضان اللي بقاله سنه ما لعبش، اكتر من رمضان بقاله سنه ما لعبش بالظبط، او مش سنه، عنه 6 شهور او 7 شهور ما لعبش. فيعني كهربا دلوقتي مستر موسيماني لعبه سترايكر اجاد، لعبه طرف يمين اجاد، لعبه طرف شمال اجاد، ورجله في الملعب وعايزين نفوقه وهو اصلا فايق ولعيب كويس ويكسب منتخب مصر. طب ليه استبعده عشان ايه؟ وهو ما غلطش استبعده ليه؟ وفي ناس بس برضه عشان ناكد الفكره، يعني هو كان كهربا انضم عشان نستبعده. كهربا تلقى اتصال وتم ابلاغه انك انت موجود معانا في منتخب مصر والفتره اللي جايه مطلوب منك التركيز وعندنا اكتر من ماتش مهم وانت معانا، وبعد كده طبعا بعد الاشكاليه اللي حصلت عموما يعني في يعني اي حاجه اخلاقيه ما بتخسرش كتير. أيوة. هم لو مستبعدين ومن بقصه اخلاقيه يبقى هم اللي غلطانين. طيب. مش احنا، عشان عندنا وقتنا ضيق مهم جدا، بكره عندنا المنافس بتاعنا في يعني اللي هيواجهنا في النهائي هيلعب، يعني كان زمالك كان راجا، هنتفرج على الاثنين بكره. هتشوف ماتش بكره ازاي وانت شخصيا تركز على ايه؟ انا عن نفسي او هتقرا الفرقتين ازاي؟ انا عن نفسي يمكن هركز مع الرجاء اكتر من الزمالك. ونقطه مهمه جدا، الرجاء بعد رجوع 8 لعيبه اساسيين النهارده المسحه بتاعتهم خلاص إيجابية. الرجاء مفيش لعيبه ايجابيه. كله فانت عندك 8 لعيبه يمثلوا قوام كبير جدا في الفرقه. فالفرقه اللي الزمالك قابلها في مراكش مش هي الفرقه اللي ايه اللي هيقابلها النهارده او هيقابلها بكره. أيوه. عشان كده الفرقه بتاعت الرجاء انا بقول من وجهه نظري الماتش بكره هيبقى سجال. ايوه وسجال يعني قوي متوقع مواجهه اصعب من كازابلانكا 100 مره. يعني الزمالك هيبقى بكره لو نزل انه بيلعب على تعادل او بيلعب ان هو يعني عشان كسبان هناك فيعدي لا هيخسر. انما الزمالك لو نزل يهاجم او يقف كويس جدا ويدافع ويلعب مرتدات، لان فرقه الرجاء هتلعب جيم مفتوح لانها لازم تسجل طبعا. اعتقد ان المباراه بكره هما الفرقتين بكره مبتدئين كل فرقه عايزه تسجل. يعني لا. الزمالك لو سجل بس الزمالك مش بنفس القوة، مش بنفس الاهميه بتاعت ان الرجاء عايز يسجل. عشان كده المباراه هتبقى قويه جدا. لازم مستر موسيماني انا عايز يعرف طبعا لو يعرف يروح الاستاد عشان يشوف التحركات. بس موسيماني احتمال كبير يبقى في جنوب افريقيا، بس بالتاكيد هيتابع المباراه. يعني انا كنت اتمنى ان واحد من الجهاز الفني يكون موجود في الملعب عشان يشوف تحركات الفرقه كلها كامله، خاصه فرقه الرجاء. انما لو الزمالك صعد احنا حافظينه وهو حافظنا. انت عارفين انت بكره تتفرج على الرجاء عشان بالظبط تذاكر الفرقه بشكل. انما الزمالك احنا كده مذاكرين وعارفين. الزمالك صعد للنهائي اهلا وسهلا، الرجاء صعد للنهائي اهلا وسهلا، ان شاء الله الاهلي هيكسب اي فرقه. طيب خليني اكلمك بقى على الفتره دي. احنا كنا نتمنى وجماهير نادي الاهلي كلها كانت تتمنى انه النهائي يبقى يوم 6. فرقتنا في حاله كانت اكتر من رائعه، مفنشه سيزون على اعلى مستوى، مقدمين كره مع موسيماني، وبالمناسبه موسيماني حط بصمته تريك تراك، يعني الراجل ما خدش وقت، الراجل ماتشات دوري او حتى ذهاب وعوده مع الوداد عامل كره اكتر من رائعه. فبالتالي انت كنت في فورمه تسمح لك تخش فاينل وانت في اعلى معنوياتك في السماء. فتره التوقف او فتره بقى التاجيل اللي هي لغايه 27 دي، ازاي تشوف الشكل الامثل للاستفاده بيها يعني من وجهه نظرك؟ اولا انت عندك 6 لعيبه وثلاثه محترفين، ادي 9 لعيبه مش موجودين معاك منتخبات. تمام، منتخبات. فانت بتتكلم في 20 لعيبه او 21 لعيب تقريبا باللعيبه المتصاعده من تحت.
بعد الخمس ايام دول هم كانوا اربع ايام اجازه اداهم يوم كمان بقى خمس يومين كمان او يومين كمان بقى ست ايام هتبتدي تعمل فتره اعداد مصغره 12 13 يوم هتخللها ماتشين وديين دي وجهه نظري هتلعب ماتشات وديين اعتقد ما تخافش من الاصابات ما تخافش من ما انا لو خفت من الاصابات احنا شايلين هم اللعيبه اللي رايحه المنتخبات معاك والله بس يعني لياقه المباريات مهمه جدا لازم لازم لعيب يلعب 90 دقيقه عشان لياقه الكوره ما تبعدش عنه لازم التيم كله كتيم يلعب 90 دقيقه مع بعض مع فرق تانية فانت زي ما كنت بتحضر نفسك بالدوري الافريقي لازم تعمل ماتشات وديه كنا نتمنى ان الدوري يبقى لسه مكمل والله عن نفسي ليه كان هيأهلني ان انا العب في افريقيا لان انا كنت ماشي بطريقه كويسه جدا منتشي نفسيا وذهنيا حاضر وحاضر بقوه فنيا حاضر بقوه بدنيا حاضر بقوه اذا كنت اعلى في مستوى كنت جاهز للنهائي اتاجل يبقى خلاص انا هبتدي من الصفر ودي نقطه سلبيه جدا ان انا اخذت 6 ايام اجازه هتنزل حوالي 35 ل40% من الناحيه البدنيه فلما اجي ابتدي مش هبتدي من فتره الاعداد مش هبتديها من صفر لا ده انا هبتديها من 40-50% عشان الحق لازم ماتشين او انا اعتقد ان الراجل ده هيلعب 3 ماتشات مش هيلحق كابتن احمد ده الماتش 27 اللعيبه هترجع من ماتش توجو لا ما انا مش هلعب غير ماتش واحد باللعيبه الدوليه هتلعب ماتش واحد بس باللعيبه الدوليه اللي هو يعني مثلا لكن اثناء الاجنده الدوليه اللعيبه هترجع 19 يعمل ماتش ودي يوم 21 تمام قبل الماتش بست ايام ده وجهه نظري تمام في خلال ده اللعيبه المنتخب بيلعبوا مع المنتخبات فهيبقوا لياقه المباريات موجوده انما اللي مش موجودين لازم يلعبوا ماتشين وديين لازم يلعبوا ماتشين وديين هنا عشان تقدر ترجع لمستواك الطبيعي كل التوفيق يا رب. ونتقابل يا رب. قريب ان شاء الله ان شاء الله نحتفل مع جمهور النادي الاهلي ان شاء الله يعني البطوله دي بشوفها استثنائيه جدا واعتقد يمكن طول السبع سنين اللي فاتت ما كناش قريبين بالشكل ده حتى النهائي اللي وصلنا له ما كانش الاهلي بنفس المستوى من القوه والتركيز والجاهزيه في التاسعه ان شاء الله باذن الله الثالثه ثابته ان شاء الله الثالثه ثابته مش هقول التاسعه دي مش حاجه المهم هي الثالثه ثابته احنا ثالث مره نوصل النهائي وما خدناهوش المرتين اللي فاتوا ان شاء الله ناخده ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا كالعاده وامتعتنا ان شاء الله باذن الله نتقابل قريب ونحتفل مع بعض بالتتويج ان شاء الله باذن الله بشكر حضراتكم ونقابل حضراتكم بكره ان شاء الله حلقه جديده والسادسه تحياتي لحضراتكم